السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أبنائي الأعزاء مع مكون الرياضيات أنشطة داعمة. لنبدأ بالتمرين الأول. ضع وأنجز كل مجموع أو فرق أو جداء حسب كل عملية. إذا لدينا مجموعة من العمليات سوف نقوم بوضعها بشرط أن تكون الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. إذا 289 زائد 314 الجمع تبادلي، سواء كتبنا 314 زائد 289 أو العكس. إذا 289 زائد 314، 9 زائد 4، نعم أحسنتم، 13، أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 8 زائد 1، نعم 9، 9 زائد 1 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد كذلك. 2 زائد 1 3، 3 زائد 3 6، أحسنتم. إذن 289 زائد 314 تساوي 603. نمر إلى العملية الثانية، 872 ناقص 537. إذن هذه العملية عملية الطرح الفرق. إذا نكتب 872 ناقص 537، إذا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات، هذه وضع. إذا 2 ناقص 7 لا يمكن، لماذا؟ لأن 2 أصغر من 7، سوف أقترض من العشرات 10، 2 زائد 10 12. إذا أحذف 10 من 7 تصبح 6. والآن ننجز العملية، 12 ناقص 7، نعم أحسنتم، 5، 6 ناقص 3، ممتاز، 3، و 8 ناقص 5، جيد، 3. نمر إلى، إذن 872 ناقص 537 تساوي 335. نمر إلى العملية الموالية، وهي عبارة عن جداء، 126 ضرب 7. 126 ضرب 7، الوحدات تحت الوحدات، 7 ضرب، نعم المعامل الأول، 7 ضرب 6، نعم أحسنتم، 42، أكتب 2 وأحتفظ ب 4، 7 ضرب 2، نعم أحسنتم، 14 زائد 4، جيد، 18، أكتب 8 وأحتفظ بواحد. إذا أشطب على الاحتفاظ الأول لكي لا يختلف مع الاحتفاظ الثاني، 7 ضرب 1 7، 7 زائد 1، نعم 8. إذا 126 ضرب 7 تساوي 882. نمر إلى العملية الموالية، 231 ضرب 3، إذا هذا عبارة كذلك عن جداء، 231 ضرب 3، الوضع وضع الوحدات تحت الوحدات، إذا 3 ضرب 1، أحسنتم، 3، 3 ضرب 3، نعم 9، 3 ضرب 2، ممتاز، 6. إذا 231 ضرب 3 تساوي 693. نمر إلى التمرين الثاني، أصل كل جداء بالعدد المناسب. 7 ضرب 3 ضرب 7، إذا الضرب تبادلي، سواء نقول 7 ضرب 3 أو 3 ضرب 7، نعم كم تساوي 3 ضرب 7؟ ممتاز، 21. 6 ضرب 7 ضرب 6، جيد، 42. 9 ضرب 8، ممتاز، 72. 8 ضرب 5، جيد، 40. نمر إلى التمرين الثالث، ألون نشر متوازي المستطيلات. نعم هذا نشر ماذا؟ نعم نشر مكعب، نعم يمثل لنا أربع ست مربعات، كل ست مربعات يمثل لنا نشرا لمكعب، وكل ست نعم مستطيلات تمثل لنا نشرة نشرة متوازي المستطيلات. إذا ألون نشرة متوازي المستطيلات، نعم ألاحظ المستطيلات، إذا ستكون يكون النشر عبارة عن مربعات أم مستطيلات؟ نعم أحسنتم، عبارة عن مستطيلات، وألون نشرة المستطيل.
نعم نمر الآن إلى التمرين الرابع وهو عبارة عن حل مسائل. المسألة الأولى: ذهبت الأم إلى السوق على الساعة 9:30 بمعنى 9:30 وعادت إلى البيت على الساعة 11 تماما. ما هي المدة الزمنية التي استغرقتها الأم في السوق؟ إذا لاحظوا معي هنا العقرب الصغير يشير إلى الساعة والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق. إذن 9:30 9:30 هي ساعة المغادرة، ساعة التي غادرت فيها الأم البيت إلى السوق، وهنا ساعة الوصول. العقرب الصغير يشير إلى 11 والعقرب الكبير إلى 12، إذن 11 تماما. إذن ما هي المدة الزمنية التي استغرقتها الأم في السوق؟ ده غادرت البيت على الساعة 9:30 وعادت إلى البيت على الساعة 11 تماما. إذن سوف نستعين أبنائي بالتمثيل الزمني. إذن غادرت البيت على الساعة 9:30، نضيف 30 تصبح 10 تماما، نضيف 30 تصبح 10:30، نضيف 30 تصبح 11 تماما. إذن 30 كل تدريجة ما بين تدريجة وتدريجة، 30. إذن 30 + 30 60 تساوي ساعة تامة. إذن ساعة ثم 30. إذن المدة الزمنية التي استغرقتها الأم من 9:30 إلى 11 هي 30. نمر أبنائي إلى المسألة الثانية. تملك ملاك مبلغا ماليا قدره 470 درهما، دفعت منه 200 درهم مصاريف رحلة مدرسية و75 درهما لشراء هدية لأمها، كم بقي لملاك من درهم؟ إذا أبنائي نعلم، سوف نقوم باستخراج المعطيات أولا من المسألة. إذا نعلم المبلغ الكلي الذي كانت تتوفر عليه ملاك وهو 470، ونعلم كم دفعت من مصاريف رحلة مدرسية 200 درهم، ونعلم كذلك كم دفعت لشراء الهدية لأمها، ثمن الهدية 75 درهما. إذا لا نعلم كم بقي لملاك. إذا ماذا سنفعل؟ أول شيء سوف نتعرف على كم المبلغ الذي صرفته ملاك على المصاريف الرحلة المدرسية وعلى شراء الهدية. إذا نقوم بجمع ما صرفته أولا، 200 + أحسنتم 75، كم تساوي 200 + 75؟ جيد، 275. إذا نقوم بطرح المصاريف التي صرفتها على الرحلة وعلى شراء الهدية من المبلغ الكلي الذي كانت تتوفر عليه. إذا كانت تتوفر على 470 درهما، و نعم صرفت منها 275، فكم بقي لها؟ إذن 470 - 275، نقوم بهذه العملية أبنائي الأعزاء، نعم إذن تساوي 195، جيد، درهما. إذن بقي لملاك 195 درهما. المسألة الثالثة: أدى الأب ثمن المشتريات بأوراق مالية من فئة 20 درهما ومن فئة 50 درهما، دفع ثلاثة أوراق من فئة 20 درهما وأربع أوراق من فئة 50 درهما، كم أدى الأب؟ إذن لاحظوا كم أدى الأب؟ 3 أوراق من فئة 20 درهما. إذن 20 درهما كم تكررت من مرة؟ أحسنتم، تكررت 3 مرات. إذن الجمع المتكرر هو، نعم نحوله إلى جداء، إذن 20 درهما تكررت 3 مرات، 3 أوراق من فئة 20 درهما، نعم نضيف لها 50 درهما، كم تكررت من مرة؟ 4 أوراق من فئة 50 درهما، كم تكررت الورقة المالية 50 درهما من مرة؟ 4 مرات. إذن 50 تكررت 4 مرات، جيد. إذن 20 × 3 كم تساوي؟ نعم أحسنتم، تساوي 60. وخمسون ضرب 4 كم تساوي؟ نعم 200،
خمسون وخمسون مئة وخمسون وخمسون مئتان مئة أخرى مئة ومئة مئتان. إذن المجموع الذي أداه الأب لثمنا للمشتريات هو نعم أحسنتم 200 زائد 60 260 درهما. إذن أدى الأب 260 درهما ثمنا للمشتريات. جيد أبنائي، وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لدعم مادة الرياضيات. شكرا على حسن التتبع وإلى اللقاء.